كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره، مبروك يا كابتن سيد، فوز مستحق الحقيقه لفريق النادي الاهلي. التحدي كان كبير النهارده، وجود الجمهور كالعاده ودوره الكبير قبل مباراه ما بين صن داونز رساله مهمه جدا للجميع يا كابتن سيد. الحمد لله، طبعا يعني فوز مهم زي ما انت قلت في الدوري مع الفرقه اللي يعني قريبه منك، يعني فرق نقطتين بس، وفرقه طبعا الحقيقه عامله شغل كبير قوي السنه دي يعني. لكن اللي عايز اكد عليه بس ان احنا كان عندنا اسبوع صعب، اوله عدى على خير ان شاء الله الرحمن، ان شاء الله الرحمن باذن الله يبقى اخره على خير برضه باذن الله. هنروح نتعشى دلوقتي وبعد كده هنطلع على المطار عشان عندنا حاجه مهمه جدا برضه في افريقيا ان شاء الله الرحمن. يا رب الاسبوع زي ما قلنا يعدي على خير باذن الله تعالى. دايما على شخصيه لعيبه النادي الاهلي وعلى الروح، لان التلاحم كبير والضغط كبير جدا، بنقول الله يكون في عين اللعيبه، الله يكون في عون الجهاز الفني، ما بتلحقش تذاكر الفرقه ريكفري، امر صعب جدا، لكن النهارده هي الروح يا كابتن سعيد. انت ارتضيت بالامر ده خلاص، فلازم تبقى عارف كويس قوي ان خلاص المباراه كلها حاسمه وكلها فاصله، مش عايز اقول انها نهائيه لكن مهمه في المشوار المحلي زي مباراه صن داونز مهمه. هنتعشى دلوقتي وهنبص على طريقنا ان شاء الله، ومن بكره الصبح ان شاء الله الرحمن عندنا برضو نهايه اسبوع زي ما بقول، زي ما قلت للعيبه قلنا واتكلمنا مع بعض ان احنا عندنا اربع خمس ايام قول اسبوع مهمين جدا جدا، سواء كان على المشوار المحلي او المشوار الافريقي. خلاص الصفحه اتقفلت كالعاده، مطلوب ايه من اللعيبه قبل المباراه؟ مطلوب ايه مباراه صن داونز؟ بقى ياكلوا النهارده كويس، وبعد كده ان شاء الله الرحمن نفكر في موقعه برضو صعبه قوي، لكن ان شاء الله الرحمن ان شاء الله الرحمن ربنا يكون موفقنا فيها باذن الله تعالى. رسالتك للجمهور يا كابتن سيد؟ يعني اهو ادي انت شايف يعني روح الكره الجمهور، روح الكره الجمهور، وما فيش حد بيتضر ابدا من غياب الجمهور قد جمهور النادي الاهلي او قد النادي الاهلي. كل الشكر والتقدير الحقيقه للكابتن سيد عبد الحفيظ طبعا على هذه التصريحات، ومن قبل الحقيقه كابتن سامي مصر، مباراه مهمه جدا زي ما اكدنا يا كابتن ايمن، وفوز مستحق الحقيقه لفريق النادي الاهلي في هذه المباراه. اصرار وروح وعزيمه وجديه، والسر كالعاده سر جمهور النادي الاهلي في كل المباريات في بطوله الدوري العام والبطوله الافريقيه. عدت على خير هذه المباراه في بطوله الدوري العام ان شاء الله باذن الله، ثقتنا كبيره كالعاده في اللاعبين في الجهاز الفني. مباراه ماميلدي وصن داونز مباراه غايه في الصعوبه، لكن ان شاء الله بالاصرار الكبير وبالجديه وبروح الفانيله الحمراء ان شاء الله نتخطى هذه المباراه، ويا رب ان شاء الله ال11 يا اهلي.